الله في سبيل الوطن وفي سبيل هذه الرايه هذه وفي سبيل الام وفي سبيل الام هذه نديروا اي حاجه، مي غير الناس خصهم يعاونونا بواحد الحاجه. هما كيشوفوا الحالات، كيشوفوا الدراري الصغار كيموتوا، كيشوفوا كل شيء، اذا التزموا واحد شويه ديال المكوت في البيوت ديالهم. وحنا حنا من الجهه ديالنا حنا والطاقم الطبي والطاقم الاداري من مديره من اطقم طبيه من الخليه ديال هذا الوباء ديال هذا كورونا، مديره جهويه، المديره الاقليميه، المديره ديال المستشفى، المندوب الاقليمي، كل شيء معبأ لهذا الشيء. مي خصنا غير الشعب ياخذ واحد شويه ديال المكوت. حنا كنديروا الاحتياطات ديالنا وكنديروا كل شيء، ولكن الله عز وجل في سبيل هذه الرايه هذه وفي سبيل هذا الشعب، في سبيل هذه الرايه هذه وفي سبيل هذا الشعب هذا، حنا مستعدين نضحيو بالحياه ديالنا. حنا الشهر هذا ما شناش الولاد ديالنا وما شناش الامهات ديالنا، غير المهم هذا الشعب هذا يبرك شويه المكوت في البيوت. مي حنا نضحيو على قبل هذه وعلى قبل هذا الشعب، ما عرفتش غادي نديرو. الشهر ما شفنا لا الوليدات ديالنا، ما شفنا لا الامهات ديالنا مراض وكبار. حنا ماشي مشكل، حنا غير خصنا في سبيل هذا الشعب هذا يبرك الدار ديالو، حنا نديرو اي حاجه، حنا مجندين لهذا الشيء. الناس راه كتبات خدامه، الاطقم الطبيه من المديرين ما كيشوفوش وليداتهم، من المندوب، من المديره، من الاطقم الطبيه كيباتوا في السبيطارات. الشهر هذا ما شفناش الاولاد ديالنا يلاه مزيودين طبيات، وامواتنا مراد، ماشي مشكل، في سبيل هذه الامه وفي سبيل هذا الشعب. تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.